أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم احفظ ما في بطني واصفه أنت الشافي وعافه أنت المعافي وصوره صورة جميلة حسنة waj'alhu sahihan kamilan aliman aqilan hazikan sa'idan ghaniyan sahiyan muwaffiqan lil khairat jaziran lil baitil haram allahumma ij'alhu waladan salihan yad'u li walidayhi wa barran bihima wa muti'an laka wa li rasulika allahumma أتل أمره في الطاعة وصحي جسده وحسن خلقه وخلقه وأبسح لسانه وأحسن صوته وبناه لقراءة القرآن والحديث وارزقه العافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب ازة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.